السلام عليكم. شهدت الأسواق في ألمانيا بطريقة غير قانونية. على ما يبدو هذه القصة ما راح تنتهي، والشباب كل مالهم عم يطالعوا قصص وأساليب جديدة للنصب والاحتيال والغش على الدولة الألمانية. حاليا كان في عملية مداهمة للشرطة الألمانية ل 43 موقع، اعتقال لشخص، مصادرة 100,000 يورو، 300 جرام ذهب ومسدس، كاميرات وأشياء تانية. يعني هي مجموعة من الأشخاص بيتفقوا مع بعضهم البعض، بياخذوا أموال من الناس مقابل يدخلوا بدالهم لفحص النظري بشهادة الأسواق، أو يعطوهم ملابس بيكون فيها كاميرات وسماعات، بينقلوهم عبر الهاتف الأسئلة اللي إجت. يعني عم بيحاولوا بشتى الوسائل لتجربة الوسائل الغير قانونية لنجاح الأشخاص. حاليا في مدن مثل هانوفا، بوخم، لوبيك، بون، ماغديبورغ، جيلزنكيرشن، هايدلسبرغ ولايبسيك، ومدن كمان ممكن تكون مدن تانية موجودة ولكن ما ذكروها. للأسف الشديد بهاي المدن وبهاي المناطق وبهاي المقاطعات عم بيكون في يعني أشياء غير قانونية عم تحصل، وكثير من أحيان الشرطة أو المفتشين التابعين لتو في ألمانيا يلقوا القبض على الأشخاص وهن داخلين القاع، داخلين الغرفة. للأسف الشديد هذا اللي عم يصير، وما بعرف شو راح يكون مصير الأشخاص اللي طلعوا شهادة السواقة بهاي الحالة. هل راح يكون سحب شهادة السواقة؟ وعلى الحالتين يعني الشخص اللي بيطالع شيء بطريقة غير قانونية بيكون دائما متوتر وعم يفكر يعني، وعم يدفع مصاري يعني كبيرة، مبالغ كبيرة، عم نحكي عن آلاف اليوروهات ليحصل على شهادة السواقة، سواء كان نظري أو عملي. حتى كمان في أشخاص عم يسووا هذا الشيء. شو رأيكم حول هذا الموضوع؟ وهل راح تنتهي هاي الظاهرة في ألمانيا ولا لا؟ بخصوص العطلات في ألمانيا، في عنا يومين الخميس والجمعة عطلات رسمية ب 14 ولاية ألمانية، ولايات يوم الخميس وولايات يوم الجمعة، وولايتين في ألمانيا ما راح يكون فيهم عطلات أبدا، لا خميس ولا جمعة. بخصوص يوم الجمعة 31/10/2024 عطلة رسمية في المقاطعات الألمانية التالية: بغادنبورغ، بغيمن، هامبورغ، ميكلنبورغ فوربومن، نيدرساكسن، ساكسن أنهالت، شليسفيك هولشتاين وتورينجن. المناسبة عيد ديني إنجيلي اسمه ريفورماسيونس تاك. أما بخصوص يوم الجمعة الأول من الشهر 11/2024 عيد ديني كاثوليكي الهايليجن. العطلة راح تكون في المقاطعات التالية: بايرن، شمال الراين، نورثان فيستفال، غاينلاند فالس، زالاند وبادن فورتمبرغ. أما بخصوص الولايتين اللي ما راح يكون في عطلة فعرفتوهن هن هيسن وبرلين. سكان هيسن وبرلين ما راح يكون في عندكم عطلة، راح تداوموا يوم الخميس ويوم الجمعة. طبعا ممكن من يوم الأربعاء، بكرة الأربعاء أو الخميس، الأشخاص اللي عندهم جمعة عطلة يروحوا ويتسوقوا ويجيبوا. وبخصوص رياض الأطفال عطلة، مدارس عطلة، السوبر ماركت كمان راح يكون مسكر ليوم واحد فقط، فانتبهوا واحسبوا حسابكم، وعطلة سعيدة للجميع. في مدينة دويسبورغ حدث شيء غريب جدا وكان حقيقة الجميع مصدوم وخاصة الألمان. مدينة دويسبورغ فيها عدد كبير جدا من الأجانب من كافة الجنسيات وكافة الأعراق والثقافات. فكان في مشاجرة بين شابين، واحد عمره 19 سنة واحد عمره 25 سنة ذو ملامح أجنبية، يعني اثنيناتهم عندهم ملامح أجنبية. وركز الإعلام الألماني حول هاي المشاجرة، يعني في صحف في مواقع بيركزوا دائما على المشاجرات والأشياء، المشاكل اللي بتحدث بين اللاجئين والأجانب. الشخص اللي عمره 19 سنة قام بطعن الشخص اللي عمره 25 سنة، وشهود عيان اتصلوا بالشرطة والإسعاف أتوا لإنقاذ هذا الشخص المطعون. أقارب الشخص المطعون قبل وصول الإسعاف نقلوه للمستشفى، والشخص اللي طعنه ركب سيارته مع صديقته وراح. بعد ما راحوا أقارب الشخص المطعون شافوه أو وجدوه بنص الشارع هو وسيارته مثل ما شايفين بالصورة، فقاموا بضربه ضرب شديد ومبرح جدا وخرجوه من السيارة. بعد ما أخرجوه وصديقته عم تشوفه هو عم ينضرب، حقيقة الألمان كانوا بالتكاسي، يعني شخص ما بعرف امرأة أو رجل، مصورين هذا المشهد من خلال
الهاتف ضمن السيارة، هنا قاعدين بالسيارة. وحقيقة كان في ردود أفعال سلبية جدا حول هذا الموضوع. جريدة بيلد عم تقول إنه قاتلوا بعض بألواح خشبية في منتصف الطريق، فمشان هيك عم نقول حقيقة شيء صادم وما كان داعي أبدا لهذا الشيء. إذا في مشاكل، إذا في خلاف، إذا في أي شيء، ممكن الشخص يأخذه بالطرق القانونية، يعني ما يلتجئ إلا يأخذ حقه بإيده. نحن عايشين بدولة قانون ولازم القانون يأخذ مجرى. شو رأيكم حول هذا الموضوع وهي الظواهر اللي حقيقة عم تكثر في ألمانيا، حوادث الطعن والضرب، وحاليا عم نشوف الضرب على أمام مرأى الجميع بمنتصف الطرق. شو رأيكم وكيف ممكن نتخلص من هاي الظاهرة؟ صدمة كبيرة، أخت عم تقتل أختها الصغيرة. أخت عمرها 13 سنة قتلت أختها الصغيرة طعنا اللي عمرها 7 سنوات. طبعا الأم والأب كانوا خارج المنزل، راحوا لشراء شيء أو لموعد أو لمكان تاني، فالأخت الكبيرة حقيقة قتلت أختها الصغيرة طعنا في مدينة لايبسك بمقاطعة نيدا زاكسن. طبعا نقلوا الاثنين، نقلوهم للمستشفى. الأخت الكبيرة بعد ما فعلت هاي الجريمة حقيقة اتصلت بها الإسعاف ليجوا ينقذوا أختها الصغيرة. الإسعاف أتى ولكن بعد ما نقلوها للمستشفى توفيت هنيك، وكمان نقلوا الأخت الكبرى لتلقي العلاج. على ما يبدو كانت في صدمة نفسية. حاليا ما حدا بيعرف شو هي الأسباب اللي حقيقة دفعت الأخت الكبيرة لقتل أختها الصغيرة، ويعني على ما يبدو ما كان بوعيها وإلا الشخص الواعي. وعم نحكي هون عن أختين، يعني مو أشخاص ما بيعرفوا بعض، أختين. يعني على ما يبدو كان في شيء غير طبيعي، أو تناولت أدوية، أو ما كان بوعيها، أو في شيء حقيقة بالموضوع. وإلا يعني حقيقة الأخوة كيف بيقتلوا بعضهم؟ ألمانيا تطرد 10,000 من اللاجئين من على الحدود. بأول 9 أشهر من العام الحالي تم تسجيل 53,410 محاولة لعبور الحدود إلى ألمانيا، ولكن من بين 53,000 محاولة في عنا طرد لي 28,321 شخص تم طردهم من على الحدود البرية لألمانيا مع جميع الدول. كمان تم القبض على مهربين وعددهم 1195 مهرب، وكان في عنا 1088 محاولة تهريب. كمان بحسب المعلومات إلقاء القبض على 7783 شخص كان عليهم حكم في ألمانيا، إما مرتكبي جرائم أو كانوا حقيقة في عندهم مخالفات في ألمانيا أو مطلوبين دوليا. على الحدود مع سويسرا 9113 محاولة عبور، الحدود مع بولندا 7862 محاولة، الحدود مع النمسا 5468 محاولة، فرنسا 2350 محاولة. طيب شو هي جنسيات الأشخاص اللي كانوا حاولوا دخول ألمانيا؟ الجنسية المركز الأول أوكرانيا 5935 شخص، سوريا 4708 أشخاص، أفغانستان 2396 شخص. طبعا تم إلقاء القبض على 1482 شخص حاولوا دخول ألمانيا مرة تانية بعد ما ألمانيا رحلتهم أو طردتهم المرة الأولى، عم بيحاولوا يدخلوا ألمانيا مرة تانية. هي حقيقة بعد ما شدت ألمانيا إجراءات مراقبة الحدود مع جميع الدول، عم نحكي عن الحدود البرية البحرية والجوية مستثنى. أصدقائي هيك بنكون انتهينا من الفيديو، شكرا لحسن المتابعة، بدعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، نلقاكم بفيديو آخر، والسلام عليكم.